شيخنا الشيخ فلاح بن اسماعيل ذكر الله يحفظه ويبارك فيه، يقول يوم من الايام رحت بلديه محاضره، في واحد لابس شماغ اشقر احمر طلع شعر مني مثل من الداعش، شكله كنا فاهم الدرس وياي. يوم خلصت المحاضره طلع ما يعرف عربي، انا على بالي فاهم بلدي. قال هذا عنده سؤال خاص بيسالك. قلت له جابوا الترجمان. قال هذا تو داخل الاسلام، حتى الفاتحه تو يكسر فيها، تو هد الشعر ولبس شماغ، تو عنده مشكلته ان اهله كفار، هو داخل الاسلام وام وابوه وان اخواته ما زالوا كفار، شو يتعامل معاهم شلون؟ قلت قاعد تجاوب شوي. عنده سؤال ثاني غير موضوع. خير، قال اريد ان اجاهد، ما يعرف يقرا الفاتحه، تو بادي ما يعرف ولا شيء، يريد ان يجاهد. تجاهد من؟ قال جاهد الكفار. هو يقول ام ابوه كفار، اخوانه اخواته كفار، اي كفار جاهد؟ قال يريد ان في العراق وجاهد هناك في سبيل الله. قال لماذا؟ قال الشيخ فلاح، قلت له لماذا تجاهد الكفار هناك؟ ماني كفار، مليان بلديك كفار، حتى امك وابوك في البيت كفار، ليش تروح هناك تجاهد الكفار؟ قال امام المسجد قال لي الان دخلت الاسلام، الان باقي عليك ايش؟ تذهب وتجاهد في سبيل الله. تو داخل، ابن واحد بعد دخل الاسلام قبل لا يصلي قال اريد ان اقتل ها هنا، في واحد صحابي عنده دليل على طول العراق. يقول الشيخ فلاح قلت طيب هذا امام مسجدكم هنا في بلجيكا؟ قال نعم. قلت لماذا هو لا يذهب ويجاهد في العراق؟ ايش يقول لك ان دخلت الاسلام؟ يلا روح العراق، وهو قاعد هنا امام مسجد اوروبا بهالبراد. قال صحيح، وانا سالت هذا السؤال، لماذا دخلت الاسلام تريد ان اذهب الى العراق اجاهد الكفار وانت ما تذهب؟ فقال لي انا اختلف عنك، انا مسلم من اب وام مسلمين، انت دخلت الاسلام حديثا كنت تشرب خمر، صح؟ كنت تشرب الخمر، انا كل شرب خمر مثل بيبسي كله شرب. قلت نعم. قال انت ما زال الخمر في بطنك، اما انا مسلم اصلا ما اشرب الخمر، اما انت الخمر ما زال في بطنك، لن يطهرك الا الجهاد، روح لك. قلت لها مو صحيح، بالعكس التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويبدد تفتت الى الله عز وجل، الاسلام يجب ما قبله ولا خمر ولا غيره، التائب بدل الله سيئاته حسنات، ويقول الله ويقول الرسول ويقول الله. قال اكتب لي حتى اذهب الى الامام المسجد. قال لي ما يصير، بطنك فيه الخمر لازم تروح تجاهد. هذا موجود الان، داعش فيه ناس من اوروبا، في من الشيشان، في من امريكا، في من فرنسا، في بريطانيا، في شفت بعض ما يعرف عربي على طول يمشي هناك. فهموهم بان هذا هو الاسلام. فياتي واحد والله ما عنده مبادئ بالطهاره، ما عنده مبادئ بالصلاه. الان هم يشتكون بعضهم لهم مقاطع يصور هناك، قال والله على خط النار، على خط قاتل والله ما عرفت والله.